بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلمنا بنعمة ربنا على بعض ألقاب السيد المسيح له المجد. كلمنا أن المسيح كان نور العالم، المسيح كان هو الباب، المسيح الراعي الصالح، المسيح ابن الإنسان. ناخد لقب جديد النهاردة، المسيح الملك. هو قال إني ملك، المسيح الملك. في بداية المسيحية كان في اضطهادات كتيرة، وفي عصر الإمبراطور دقلديانوس كان في قديس اسمه جينيسيوس. قديس جينيسيوس ده دقلديانوس طالب منه ينكر المسيح، ينكر إيمانه، لكن وقف بكل شجاعة وقال للإمبراطور: أيها الإمبراطور العظيم، إن المسيح هو الملك الحقيقي. اتضايق دقلديانوس وغضب وأمر إنه تنزع أظافره ويتحرق بالمشاعل وتتقطع راسه. قبل ما ينفذوا الحكم جينيسيوس صرخ وقال ليس ملك إلا المسيح الذي رأيته والذي أعبده والذي من أجله أنا مستعد أن أموت 1000 مرة. إنني أعترف بخطيئتي إذا تأخرت عن أن أكون جنديا للملك الحقيقي. أنا أعترف بخطيئتي لإني تأخرت إني أكون جندي للملك الحقيقي. السيد المسيح له المجد أثناء تجسده بالجسد وفي أثناء محاكمته، بيلاطس البونتي سأله قال له أفأنت إذن ملك؟ يسوع جاوبه قال له قال له أنت تقول إني ملك. وفي الترجمة، في ترجمة تانية اسمها ترجمة أورشليمية تقول الحق الحق أنا هو، يعني المسيح بيقول لنا على نفسه أنه هو ملك. بيلاطس بعد كده في أثناء المحاكمة كل ما يتكلم عن يسوع يأكد أنه هو ملك، ويقول لليهود: أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ فبعد بعد شوية يقول لي: فقال اليهود هوذا ملككم؟ وفي الآخر يقول لهم: أأصلب ملككم؟ حتى يسوع المسيح لما كان على الصليب ساعة الصلب، مع الأسف بعض الجموع استهزأت به وقالت إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن على الصليب فنرى ونؤمن. ولما وضع السيد المسيح على الصليب له المجد اتكتب فوق عنوان: يسوع الناصري ملك اليهود. من الملفت برضو ان المجوس في اثناء ميلاد السيد المسيح لما جم يشوفوا الطفل يسوع سألهم اين هو المولود ملك اليهود. لكن على فكرة كل الواضح كده ان معظم الناس اللي قالوا على المسيح ملك في أثناء تجسده ما أدركوش أي نوع من الملوك هو، لأن السيد المسيح قال على نفسه: المملكتي ليست من هذا العالم. لو كان المسيح مملكته من العالم كان حارب اللي جم يقبضوا عليه وياخدوه ساعة الصلب، كان احتفظ بالسلطان والقوة. لا، ملكوته كان من نوع تاني خالص. ملكوت المسيح ما جاش ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه عن كثيرين. يسوع المسيح جه ملك مش يملك على عروش أرضية، لا، جه يملك على قلبي وقلبك وقلبك. ملكوت المسيح متأسس على الخدمة. على فكرة هي إضافة لقب ملك للمسيح ما فيهاش تكريم، لا بالعكس ولا حاجة. إذا ما دام المسيح، إحنا بنعترف إن السيد المسيح يسوع المسيح هو ابن الله، فلما أجي أضيف ملك على ابن الله ولا حاجة. أنت أكننا بناخد نقطة مية وبنحطها في المحيط، النقطة دي هتزود مش هتزود حاجة. إذا كان يسوع المسيح هو الله فهو بيتضمن من كل ده كل ما نعنيه من كلمة ملك. يعني يسوع هو الرئيس المشرع القاضي،
مش مجرد الأول ولا مجرد الأعظم، لا ده هو الله، هو رب الأرباب وملك الملوك، زي ما يقول عنه قديس بولس في رسالة فيليبي، يقول إيه؟ لكي تجسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع هو رب المجد الله الآب. تجسو له كل ركبة ويعترف كل لسان، وده هيحصل، هو ملك الملوك ورب الأرباب. سيد المسيح يقول على نفسه إيه؟ دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. وبعد أن سمعوا بعض الفريسيين في أثناء النقاش كده، وأثناء ما هو ما كان بيتكلم في المجمع، يقولوا إيه؟ قالوا نفسهم لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. ليه؟ لأنه كان السيد المسيح بيتكلم بسلطان، كان بيكلم سلطان الله نفسه. يقول لهم سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. مين اللي قال كده؟ ده الوصية المسلمية، ده الوصية وصال عشر. يقول وأما أنا فأقول لكم سلطان، أحبوا أعداءكم، صلوا لأجل الذين يسؤون إليكم ويطردونكم. لما جه البحر هاج والعاصفة اشتدت، والمسيح أمر البحر أمر اسكت اخرس اهدأ، يقولوا إيه؟ اليهود يقولوا أي إنسان هذا؟ فإن الرياح والبحر جميعا تطيعه. ملك، الملك دايما له كده لمسة ذهبية. يعني الملك في اللي احنا نعرفه على الأرض، لما يجي هياكل ياكل بمعلقة ذهب، الملك ياكل في طبق فاخر، كل حاجة تبقى مذهبة حواليه. نفس الحكاية كده، كل ما يلمسه ملك الملوك يبقى أكثر قيمة من الذهب. السيد المسيح يلمس النفس البشرية يمجدها، يلمس الخاطي يحوله إلى قديس، يلمس المرضى يديهم الصحة، يلمس الضعيف يخليه قوي، يلمس المنطرح واللي واقع ومستعبد من خطية يفك سلاسل السجن ويحرره، يلمس الميت روحيا يديله حياة. ليه؟ لأنه هو ملك الملوك. في قصة كده، كان في إمبراطور روماني جاي راجع لروما مع القوات بتاعته، منتصر في حرب من الحروب، المدينة كلها خرجت تستقبل الإمبراطور ده، وفجأة في وسط الزحمة والمدينة واقفة كده على صفين، لقوا ولد صغير مر كده بين الحراس بيجري ورايح ناحية الإمبراطور. فأمجى واحد من الناس الواقفة قال له انت رايح فين؟ ده موكب الإمبراطور. فرد الواد بسرعة كده وقال له الإمبراطور ده بتاعكم انتم، انما ده ابويا، كان ابن الإمبراطور. في ثواني لقينا الولد الصغير طلع، الإمبراطور فتح دراعه خده حضنه وقعد في المكان اللائق بتاعه. الملك العظيم يحكم الكون بلمسة ذهبية، وكلنا أولاده. ملك لمين؟ ملك، يمكن قلنا ألقاب كتيرة للسيد المسيح: الراعي، الصالح، نور العالم، خبز الحياة، الكارما الحقيقية، طريق للحياة. بيطلق على نفسه لقب ملك، وباعتباره ملك فهو يحكم الكون كله. عايز مننا كلنا خضوع كامل، مش خضوع جزئي. ما ينفعش ناخد خضوع جزئي. يقول لنا حب، يقول إيه؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل فكرك، من كل قدرتك. طب إذا كان هو الملك والمخلص، يبقى أنا لازم أدي له كل وقتي، كل حياتي، وأكرس له نفسي. سامحوني، مع الأسف ناس كتير مننا، يمكن أكون واحد منهم، بنخدم يسوع الملك بشفاهنا إنما، ونمجده في الكنيسة، وممكن بعد كده، وممكن أثناء المناولة، وممكن أثناء بص في الأيقونة، إنما الواحد يرجع البيت، يرجع شغله، يروح المدرسة، ينائي نفسه، بيعبد حد تاني، بيعبد المال، بيعبد الرصيد. لا، ما ينفعش كده إن احنا ندي للمسيح صلوات وابتهالات وبعدين نطلع من الكنيسة ونروح حتة تانية، لأن نفسنا لينا أزواق شخصية ولينا شهوات تانية. ما ينفعش احنا لو عملنا كده، مع الأسف
يبقى احنا بنستهزئ بالمسيح، يبقى احنا زي الناس اللي كانوا واقفين تحت الصليب ساعة الصلب يوم الجمعة العظيمة وعمالين بيتحكم وبيقولوا السيد المسيح ايه؟ السلام لك يا ملك اليهود. بلاش نكون مستهزئين بالمسيح، لانه ملك الملوك، ملكنا، ملك قلوبنا. ما ينفعش نقول له السلام لك يا ملك اليهود بلغة السخرية والاستهزاء. عايزين نقولها لا، من كل القلب والفكر والكيان كله. لما الإنسان يخضع للمسيح كملك، أوتوماتيك هنلاقي الإنسان يبقى ملك على نفسه. كتير جدا ناس مسجونة وسجنة نفسها، عايشة حسب سجن أهوائها، عايشة حسب سجن نزواتها، مسجونة في الإدمان، مسجونة في الغضب، مسجونة في عادة شريرة. المسيح المخلص يحرر بقى من كل العبوديات دي، والمسيح يملك على نفوسنا. مفيش أعظم من المملكة دي إني أكون واحد من جيش المسيح، هو يملك علي. لو المسيح هو ملكي، يبقى بالعربي كده أو ببساطة جدا أنا بقيت إيه؟ ابن الملك. أنا وإنت وإنتي أصبحنا أعضاء في أسرة الله الملكية، أسرة الله الملكية. يبقى ما فيش أي حاجة أخاف منها، ده أنا في عضو في الأسرة الملكية. يعني ما خافش لا من الموت ولا من سيف ولا من سهم ولا زي ما احنا صلينا مزمور 90 بقى، كل حاجة فيش أي حاجة تخليني أخاف. ده بالعكس، ده أنا هكون مستني إكليل هيديني في الآخر، إكليل البر، وهيجعلني وريث لأعظم الممالك في الكون كله في الحياة الأبدية. نخلي بالنا أحبائي إن هيجي هذا الملك يوم في مجده، ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة بقدسين معه، في حينئذ يجلس على كرسي مجده، يجتمع أمامه كل الشعوب. علينا بقى نحن نفضل نصلي، نحن نقول يا رب خلينا في اليوم ده، في اليوم العظيم ده، من الناس اللي هم على يمينه، علشان ونعترف بملكه ونعترف بملك على قلوبنا وعلى نفوسنا وعلى عقولنا وعلى كل كياننا، عشان نسمع صوته يقول ايه؟ تعالوا يا مباركي أبي، رسل الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، له المجد دائما أبديا أمين. بما أننا نحن داخلين على أسبوع الألام كده قريب بنعمة المسيح، فيه صلاة وتأمل لألام رب المجد وموته وقيامته موجودة في آخر الأشبية، نقولها مع بعض ونختم بالصلاة. يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الألام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك نيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع أنا الآن من أجلك. جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. اقبلني اليوم جاثيا معك، اسمح واعتبر ألامي وأحزاني شركة متواضعة في ألامك. لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفان الجميل كل أيام حياتي. آلام، نزيف، عطش، دوار وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفني معنى المحبة ومعنى الغلبة على العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعها تحت قدميك الداميتين. مالي أضعه في يديك المجروحتين، سأصوم
إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن. نعم يا رب، نعم يا يسوعي المصلوب، نعم يا ربي يسوع، لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جزت هذا كله عني. نعم يا رب اذكرني، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، وأذكر شعبك لكي لا يستقلوا الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخلوا اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك. إذا قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، ندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والزلات. أمين. سامحنا يا ابن الله واقبلنا في هذا اليوم لنكون شركاء حبك العظيم الذي دفعك إلى هذا الصليب. أمين. ليتمجد اسمك في كنيستك من الآن وإلى الأبد. أمين. أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤية كنبية وطيبت بالنردين الجسد حيا. لا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت وتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك. اليوم أطلبك لأتوجد ملكا على قلبي، أتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم، أقمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان وعوض العجز والمزلة والذلة، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود، أسست رجائنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت، قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي، رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بدله إلى أقصى حد، أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بها نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحي، جنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعالى سريعا. ارحمنا 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 يا الله الأبيض أبيض الكل، ارحمنا 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 يا الله مخلصنا، ارحمنا 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 يا الله ثم رحمنا، يا رب برحام. كل واحد يرفع ايده لربنا دلوقتي في صلاة صامتة يطلب من اجل العالم كله، من اجل رفع هذا الوباء عن العالم، من اجل كل نفس متألمة، من اجل كل نفس قلقة،
من أجل كل نفس حزينة، من أجل كل نفس فقدت عزيز عليها أو مستنية نتيجة المرض. يا رب عين الكل وساعد الكل. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. نشكرك يا رب من أجل عظم مجدك، محبتك لينا، رحمتك لينا، حنانك علينا. نشكرك يا رب من أجل تأديباتك لينا. نشكرك يا رب من أجل محبتك الكاملة، حرصك الشديد إن احنا يا رب نخلص ويكون لنا نصيب في السماء. ليس لنا أن نعرف الأزمنة والأوقات، لأن هذا في سلطان الآب فقط، في سلطان ملك الملوك ورب الأرباب. مش هنسأل يا رب الأمور إمتى حيوقف الوباء، إن أردت أعبر عنا هذا الكأس، إن أردت ارفعه، أنت سمحت به وأنت ترفعه. نطلب منك يا رب معونة، عنا يا رب في هذه الفترة، ادينا معونة، ادينا احتمال، ادينا ثبات فيك، ادينا رجاء فيك يا رب، ادينا ثقة انك انت معانا، ثقة يا رب كاملة في محبتك. ما تخليناش نهتز لحظة يا رب، ما تخليناش نفكر يا رب واليأس يخش جوانا اي وقت. لا يا يسوع، نثق في محبتك لينا، نثق يا رب ان كل اللي انت سمحت بيه ده من اجل خلاصنا وخلاص العالم، من أجل أن تكسو أمامك كل ركبة، ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض. من لاش غيرك يا رب يسوع المسيح. اسمك القدوس هو الذي نقوله، مش بشفاهنا بس، نقوله بقلوبنا، نقوله بعقولنا، نقوله بأفكارنا، نقوله بكل كياننا. لا نعرف آخر سواك، لا نعرف آخر سواك. أعيننا يا رب، أعين كل أولادك يا رب اللي هم متعرضين لبعض المخاطر. أعين كل أولادك يا رب اللي شغالين في المستشفيات، الدكاترة والنرسات، كل من يعمل في مستشفى، كل من يعمل في الشارع، في الشرطة، في أي حد بيتعامل مع الجمهور. احفظهم بحسب مشيئتك المقدسة الطبوية. نرجوك يا رب أن خلينا نستعد يا رب من داخلنا، نستعد استعداد حقيقي لاستقبال أقدس أسبوع في السنة. جهزنا يا رب عشان نقدر نصلي ونرفع عليك كل قربنا يا رب في أسبوع الألام. فيش حاجة تشغلنا عنك، نقينا، خلينا نتنقى، نتطهر، نترك كل حاجة تشغلنا عنك يا رب في هذا الأسبوع. نصالح الكل، نسامح الكل، نغفر للكل، نبعد عن أي شهوة، نبعد عن أي ضعفة. أعنا يا رب وحررنا من كل ضعفات. خلينا يا رب كلنا نكون كياننا كله ليك أنت وحدك يا يسوع. بارك يا رب في الكنيسة، في البابا وأبائنا المطرنة والأساقفة وأبائنا الكهنة والشمامسة والخدام وكل الشعب. سامحنا يا رب كنا أخطأنا ليك بمعرفة أو بغير معرفة، بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بأي حاسة من الحواس. اصفح واغفر لنا يا رب عشان نكون مستحقين ومتنقيين إن احنا ناخد جسدك ودمك اللي كان موجود قدامنا على المذبح كل يوم. الكنيسة يا رب ما تقفلتش يا رب، الكنيسة ما زالت أبوابها مفتوحة، والكنيسة موجودة في كل بيت يا رب. اجعل كل بيت كنيسة ليك يا رب، كل بيت كنيسة مفتوحة بشفاعة العذراء أمك الطاهرة أم النور وكافة مصاف القديسين. اسمعنا يا رب عندما نقول لك بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا.
لا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. الآن محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد، شركة وعطية موهبة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضم بسلام، سلام الرب يكون معكم. زي ما احنا اتفقنا، كل واحد هيكون في أسبوع الألام صورة للسيد المسيح مصلوب أو صورة لإكليل الشوك، يحطها قدامه وشمعة صغيرة ويتابعنا في كل الصلوات، البسخة الصباحية والمسائية، جمعة ختام الصوم، خميس العهد، كل جمعة العظيمة، ليلة العيد، نبقى حاضرين المناسبات كلها مع بعضنا. اللي يعني مش لاقي أو مش عارف يتصرف في صورة يتصل بينا، وإحنا نحاول ندبر الصورة دي تكون موجودة إن شاء الله، ونشوف وسيلة إنه ياخد صورة للسيد المسيح إكليل الشوك أو صورة الصلب. ربنا معكم ويحفظكم، صلوا لأجلنا.